أعلنت الإدارة العامة للثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة عن انتهاء فترة حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من اليوم. أشادت الإدارة بالتعاون والمسؤولية الوطنية التي تحل بها الصيادون طوال فترة الحظر، مؤكدة أن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها في المياه الإقليمية، أكدت أن قرار حظر الصيد لهذه الأسماك جاء في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لحماية الثروة البحرين. والحفاظ على المخزون لتعزيز التوازن البيئي واعاده تاهيل النظام الايكولوجي